منذ عام 2003 بات غرق شوارع بغداد ومناطقها مشهدا مكررا بشكل سنوي مع قدوم أول زخة مطرية، وأمانة بغداد هي المتهم والمتسبب الأول نتيجة التقصير والإهمال الذي صحب أعمالها منذ ذاك التاريخ. دور أمانة بغداد دور لا يذكر، دور معدوم. احنا بكل فصل شتاء نعاني، أول مطرة احنا راح نترك بيوتنا ونروح غير منطقة، لأن الماء راح يدخل لبيوتنا، أطفالنا تأذت، عوائلنا يعني لعبت نفسها من هاي المنطقة كلها. والله احنا هسه هاي أول مطرة، كاظي الناس كيف من يجيها المطر، إلا احنا نعاني من موسم الممطار، أول مطرة راح نضطر نغادر بيوتنا بها. لا يجي، لا يشوف، لا يرتب، لا يشتغل، والباغ ذيك المناطق يجي الشتاء ذاك غرقنا، وجا هذا الشتاء ما راح نغرق، كل شيء ماكو. اكو حل؟ لو اكو حل ذاك الشتاء من غرقنا هذا الشتاء ما نغرق، بس ماكو حل، ما جاي يشوفونا ولا جاي يعرفونا. هو لا مدير مجاري بغداد اجى وشاف الوضعيه، لا مدير امانه بغداد اجى وشاف الوضعيه، لا محافظ اجى وشاف الوضعيه، كل شيء ماكو، كله تقصير بتقصير. أول الغيث منذ عام 2003 كان نقمة على البغداديين، فمنذ ذاك التاريخ عاش أهالي بغداد تجارب مريرة مع موسم الأمطار، حيث استطاعت أمطار متقطعة إغراق شوارع عدة، ما بين أن شبكة الصرف الصحي مهترئة وأن أمانة بغداد فشلت فشلا ذريعا في ملف السيطرة على مياه الأمطار. غالبية المشاريع اللي تخص الشوارع والمجاري باقتراب موسم الشتاء يتم التحرك في هذا الجانب، تبليط الشوارع، تسليك المجاري، وحتى بعض الشوارع لاحظتها أثناء تجوال الحقيقة مبلطة، تم الحفر ومد أنابيب لتصريف المياه. والله شارع الطين يعني ما حد يقدر يمشي به، المجاري نغرق حتى طبعا بالمطر طبعا البيوت المي، يعني نريد خدمات تبليط الشارع، المجاري هم يعتنون بيها، يعني الجهال هاي اسمه الطين تمشي. وبالرغم من سوء التخديم الحكومي لبغداد وخاصة فيما يتعلق بسحب مياه الأمطار وتصريفها والذي تشهد عليه السيول والفيضانات بعد كل هطول للأمطار، إلا أن الجهات الحكومية المسؤولة تصر على عدم الإقرار بأي تقصير أو إهمال من قبلها. شهرياً ننظف 3 محلات صيانة تنظيفها، والحملات مستمرة، إضافة إلى التسليك اللي يكون تسليك الخطوط الرئيسية عن طريق تسليك بواسطة السلك والفرشاة، يعني شكو عوالق ترسبات بالخطوط نسحبها. ويخشى العراقيون في كل عام موسم قدوم الأمطار الذي يستقبل في بلاد أخرى بسعادة عارمة، سعادة لم يعش العراقيون لحظاتها منذ سنوات طويلة.